حضرتك قاعد لي هنا ولا كأن في أي حاجة؟ أنت إزاي ما تجيش إمبارح يا نادر؟ إزاي تعمل فيا كده؟ معلش يا مايا، أنا إمبارح كان عندي ظروف وما قدرتش أجي، كويس إنك جيتي عشان نشوف حد. ظروف إيه؟ طب كلمني أعتذر، افتح موبايلك عشان أعرف فيه إيه. أنت إيه البرود اللي أنت فيه ده؟ إيه اللي جرالك؟ أنا مش قادر أتخانق يا مايا. اهدي عشان نشوف حل من غير خناق. اهدى ازاي وانت خليت شكلي وشكلك زي الزفت قدام بابا وليلى؟ احنا في الشكل دلوقتي ولا في الحل؟ احنا محتاجين نوصل لقرار يريحنا احنا الاثنين. انت شكلك اخدت قرارك يا نادر، وانا محتاجه اعرفه دلوقتي، وساعتها هقولك هيناسبني ولا لا. انا شايف ان احنا ننزل البيبي وبعدين نشوف نعمل ايه من غير ما تشوف يا نادر. انا اوريدي رحت للدكتوره طلبت منها ده، بس هي قالت لي ان هيبقى في خطر عليا. نشوف غيرها. غيرها للدرجات دي؟ انا مبقتش فارقه معاه. مي، مش كل مره هنسيب الدنيا مفتحه كده. مفيش حاجه هتفضل مفتحه يا نادر، انا خلاص ما بقتش عايزاك. موضوع البيبي ده أنا اللي هقرر إن كنت هخليه ولا لأ. نادر أنت لسه زعلان مني؟ هاجر أنا مش هقدر أقعد دلوقتي، عن إذنك. أنا أصلاً جايلك عشان حاجة تانية، لو سمحت أقعد. حاجة إيه؟ أنا اتكلمت مع بابا، هو عايز يشوفك النهاردة. معلش خليها يوم تاني، أنا دماغي فيها 100,000 حاجة ومش فايق. مش هخليها وقت تاني، عشان كلمته عن شغلك وهو عايز يقابلك عشان تتكلموا في الشغل، خدت منه ميعاد كمان ساعة، يعني يا دوبك تروح تغير هدومك ونروح نقابله. أنا شفت مايا وهي ماشية، هي اللي عملت كده فيك صح؟ مالكيش دعوة بمايا. ماشي يا سيدي، ماليش دعوة بمايا، بس أنا مش هسيبك وأنت في المود ده. يلا خلينا نروح بجد، أنت ما بتحلمش بالمعرض بتاعك وتلاقي اسمك في كل حتة، نادر العدوي، لوحاتك ونحتك وكل حاجة. بجد لما هتروح تقعد تتكلم في الشغل هتنسى كل اللي انت فيه. أنا عارفة إن أنت بتحب شغلك نادر. يلا يلا قوم أنا هوصلك عند البيت وهستناك لحد ما تنزل.